في سيئون دشنت الإدارة العامة للأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العام التدريبي 2023. فعاليات التدشين شهدت تخرج دفعة الاستجداد لشرطة الدوريات وأمن الطرقات بوادي وصحراء حضرموت. لمزيد من التفاصيل نبقى مع التقرير الآتي. دفاع عن الدين والعرض والأرض والكرامة، تخرج دفعة جديدة من أبناء حضرموت لشرطة الدوريات وأمن الطرقات بوادي وصحراء حضرموت أطلق عليها دفعة الاستجداد، تأتي مع تدشين العام التدريبي لعام 2023 للأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء. الحقيقة رأينا حفلا رائعا شمل كل التدريبات العسكرية التي تدل على انضباط القوة، وكذلك تدريبات على فنون القتال. نهدف جميعا إلى تحقيق ترسيخ الأمن في ربوع الوادي والصحراء، هذا هو الهدف المشترك. سنسعى جميعا إلى تحقيقه ولا تقديم كافة سبل الدعم للوصول إلى هذا المبتغى. بفضل هؤلاء الأبطال الذين تصببوا عرقا في ميادين التدريب ليوفروا قطرة دم في ميادين القتال بالانضباط والربط واللياقات العالية والمهارات القتالية والتكتيك العسكري الذي لا يتوفر إلا في ظروف تدريبية عاشها الأبطال خلال هذه الدورة، وهو الهدف الذي سعت إليه جاهدة القيادة الأمنية. إن شاء الله تخرج هذه القوة بمعنويات عالية، وحسب ما قلنا بتعكس بإذن الله صورة أمنية ولوحة فنية أمنية جميلة على أرض الواقع، وإن شاء الله يكون تقليص من حجم الجرائم. واستعرضت في الحفل المهارات القتالية بجاهزية عالية واحترافية تامة، الذي شهد عرضا عسكريا رمزيا للوحدات الأمنية من قوات الأمن الخاصة وشرطة الدوريات وأمن الطرق والمستجدين وشرطة السير وأمن المطار والأمن العام. تلقينا خلال 45 يوما تدريبات عالية ومهارات قتالية، وتحولنا من الحياة المدنية للحياة العسكرية، وإن شاء الله تلقون حال خروجنا للميدان تلتمسون الأمن والأمان إلى كل المواطنين، وننشر هيبة الدولة ونرجع مؤسساتها. الوحدات الأمنية تواصل جهودها ورفع مستوى الجاهزية والانضباط والاستعداد لتنفيذ المهام في مختلف الظروف، والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وادي وصحراء حضرموت. محمد باسعيدة، تلفزيون حضرموت. سيئون.